I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine. Was hast du auf dem Gesicht? Der Bett! Wie viel Grad ist es bei dir jetzt? Minus 4. Minus 4? Okay. Aber morgen bist du hier, oder? Ja. Morgen bin ich schon wieder da. Tenauer, ihr Bäsche. Tenauer, ihr Bäsche. Tenauer, ihr Bäsche, was soll das sein? Tenauer, ihr Bäsche, Jani. Du bist willkommen. Du auch. Mäsche, Kuku. طبعا اكيد بتسألوا ليه انا بكلم كوكو في التليفون النهارده التلات تقريبا انا ما نزلتش الفلوج بتاع امبارح اللي هو صورته يوم الاثنين مش هينزل النهارده التلات لان انا لسه صاحي حالا الساعه 1:30 عندي شغل كمان ساعة هخلص 7 بالليل مش هصور فيه غير المشاهد اللي انتوا بتشوفوها دي حالا بس عشان ما اشفتكوش اليوم يعني فانتوا هتشوفوا حاليا حاجات من اللي انا صورتها يوم الاثنين اللي حصل يوم الاثنين كالاتي رقم 1 كوكو سافرت الشغل بدري ده متعب بس في دوشة في دوشة في دوشة هنا عايز اكلمكم عن موضوع مهم بس في دوشة الراجل ده عامل دوشة في المكان قول التاني بل يغرد دابول فهم رتوات نوخ بس ماكسو بتعمل ايه ها؟ ايه والله دلوقتي عم ديش توتال فمست وحشك الراجل ده Was heißt vermisst? Mich kann keiner vermissen. Alle haben dich vermisst, alle. Kann ja gar nicht sein, ich muss mich zurückziehen, bis mein Gebiss gemacht ist. Das dauert noch. Hier, fangen wir an zu sparen. Warum? 3.500 Euro muss ich bezahlen. Ja, Gemma, sind in der Müller, Gemma, 3.500 Euro, was schon sind. Du kannst ihm einfach fragen, dir einen Spritzer geben und dann hast du kein Leben mehr. Ist einfach. Für uns. Ciao, Ewald. Ja, ja, ciao, du Nervenpfleger. Au, Ewald, au. مش حارمكم من اي حاجه ساعة درجة الحرارة عندنا في المانيا دلوقتي 2 عندنا 2 يعني الفريزر اللي انت بتفتحه وتجيبه على 3 واحيانا على سالب 3 دلوقتي 2 كلها كم اسبوع وهيبقى سالب 2 وسالب 3 وسالب 10 وسالب 20 ich wollte dich ein bisschen ärgern bin ich am arbeiten Ewald ihr habt سلام هاي كوكو ايش machst du ودي كوكو بتعمل ميك اب على الارض مش عارف ليه تعودت خلاص على العاده العربي قاعده بتعمل ميك اب قهوه وفطار كوكو ماشي حالا هتسيبني بس بعملها الاول جبنه بيضة على العيش ده نوع من العيش الالماني لو انتوا شفتوا الفطار المصري الفطار الالماني كنت اتكلم على العيش ده نوع من العيش اللي هو لونه بني ده او عيش اسود بيسموه خدي حاجة كوكو بقى عامله ايه عامله زي بالظبط كده تبقى مثلا قاعده منتخه طول الوقت بتلبس براحتها ومش عارفه لما تلاقي يا نهار اسود فاضل 10 دقايق هوب تقوم دايس خد يا معلم ثانك فقشت مش بس نو كيزه ومبروت Ja, ein bisschen wenig Käse. Wenig Käse? Das ist trocken. Guck mal, Verhältnis. Verhältnis? Zeig mal hier. Zeig mal Verhältnis. Du hast die Gibne oder die Lache. Das ist ein Meter Gibne. Nee, nicht Meter. Das ist ein Meter groß. انا للاسف ما فطرتش النهارده وامبارح تقريبا ما اتغديتش فانا يعني مش مقصر ولا حاجه انا كل ده كويس ليا ان انا مش باكل كتير عشان الدايت والجبنه دي اصلا بتهيألي فيها فينك فت يعني ما فيهاش دهون كتير يا دو كانس ايلس ماخن ابا Wie sind die Straßen? Die Straßen sehen gut. Mich. Warum verlässt du mich die ganze Zeit? Weil ich muss arbeiten. Ich hab viel Käse, gucken. Doch. Friss, Habi. Ich geh nach New York. مسافرة مدينة ولاية في أمريكا اسمها نيويورك حاجة زي كده معرفش تتنطق ازاي بصراحة عشان مش عايز ألف مش نيويورك ist direkt daneben 20 Minuten okay. أشرف باش عشان ما أعرفش مين أشرف بيه ده المج بتاعي في فيل كان ist das da؟ Minus درجة الحرارة كام؟ سالب 8 minus 4 بس minus 8 يا خد الجاكيت معاك عفوا يا حاج تشبيه بالراحة يا عم بالراحة تشوس يا حاج تشوس الون انا بقيت لوحدي وبعد ما سافرت انا قضيت يومي كده انا
صاحي النهاردة عندي صداع رهيب جدا وصاحي مش عارف حاسس ان مزاجي متعكر مع اني ما حصلش حاجة يعني ولا اي بتاع. بس عايز اقول لكم انا من ساعة ما صحيت وانا شغال على اللابتوب بتاعت بعمل فلوج بس البابيقة بايت بدفع الفواتير اللي عليا والضرايب والتأمين الصحي والحاجات دي عندي كان متكوم قد كده فخلصت تقريبا نصه وحاليا قاعد بشد مضرب وكمان 10 دقايق عندي شغل ساعتين وانا اشتغلت الصبح فمش عارف الدنيا متلخبطه. فنصيحتي اليوم لا تؤجل عمل اليوم الى الغد لا اوعى يا صاحبي. طبعا كوكو مشيت وسابتني الاربع هي جايه الصبح. بس كوكو قبل ما تمشي عايز اقول لكم حاجه هي بادئه لعبه بقى لها تقريبا اسبوع وما زالت هي بتعمل كل يوم منها شويه. المفروض ان هي بتحل البازل دي 1000 قطعه. انا عمري في حياتي ما شفت بازل 1000 قطعه. بصوا البتاعه دي قد ايه؟ قد اصبعي صغيرة جدا 1000 قطعة. وقالت لي كمان ان في واحدة 2000 وفي واحدة 2500 قطعة. فانت تخيل 2500 قطعة تفرش بيها السجادة بتاعتنا كلها يعني الصالة اصلا كبيرة. حاجة غريبة. قلت الشغل بس المره دي بصور من الموبايل. القاعه اهي تمريننا. انا عندي ساعتين بس شغل وبعد كده فين الفوكس يلا فوكس يلا فوكس يلا. ايوه ساعتين شغل وبعد كده اخلص بس لازم ادي المضرب ده لايفالد. ايفالد was hast du auf die brille ah hey mein schläger du kleinen bubs wo warst du unten ich hab dich gesucht ich war hinten in der anlage und warum hast du die wohnung was machst du zeig mir die zähne warst du beim arzt heute? Wenn die noch geschliffen werden als Pyramide, so wie in Ägypten. Ich hatte die Zähne alle einfach gezogen von dir. والفترة المسائية هو الشغل اللي في نص اليوم خلص يعني. بس عايز اتكلم معاكم شوية كلام كده ايه جد عشان ايه الفيديو بتاع امبارح الظاهر انه زعل ناس. يا رب اليوتيوب ده غريب بس ما علينا. خليني طب ايه اتكلم كده في ثلاث نقط بسرعة مش هناخد وقت طويل. اولا الفيديو بتاع امبارح انا ذكرت فيه نقطتين. اول حاجة عن الانترو قلت الناس اللي مش عاجبها الانترو يقدم وفي نفس الوقت اتكلمت على النقطة بتاعت قلت يعني العنوان بتاع الفيديو امبارح ما كانش كدب لان هي فعلا كانت مشيت وبلا بلا بلا ورجعت فعنوان الفيديو كان صح. ولو انت متضايق من عناوين الفيديو هات بتاعتي اعمل انسبسكرايب وانا اعمل لك بلوك ومفيش مشكله. ما زلت متمسك بكلامي. اول نقطه انا قلت في ناس مش عاجبها الانترو بتاعي، في ناس بتكتب لي كلام غريب شويه، هو اليوتيوب غريب، والكلام اللي انا قلته ده موجه للناس دي، يعني لما تدخل تكتب لي الانترو بتاعك زي الزفت، ايه الخرا ده؟ غير الحاجات دي فطبيعي تلاقي رد مني زي كده. انا بكلم ناس معينه، ما انت طبيعي لو انت راجل ايجابي او حتى بتنتقد باحترام، الكلام ده عمره ما بيبقى موجه ليك، انا بتقبل انتقاد. انما على اليوتيوب في ثلاث حاجات، في واحد بيديك ايجابيات، بيديك دايما طاقه ايجابيه، بيكتب لك كومنت عاجبك بيعجبه اللي انت بتعمله، في اللي بينتقدك وفي اللي بيكرهك، فانا للاسف اللي بيكرهوني كتير. النقطه الثانيه بالنسبه لعناوين الفيديوهات، في ناس مش عاجبها عناوين الفيديوهات مهما كان موضوع الفيديو. يعني مش مهم الفيديو، يعني انت اتفرجت على الفيديو والفيديو جميل وعجبك وتيجي عند العنوان تقول لي العناوين الخرا عناوينك زي الزفت. هو اليوتيوب عايز العنوان اللي يشد، هو اليوتيوب عايز كده، عايز عنوان غريب. في ناس بتكتب النقد بتاعها بطريقه باين او انها كره للاسف وانت مش شايف ده كله، انت مجرد بتسيب الكومنت بتاعك بتتفرج على الفيديو تعمل لايك او ديسلايك وبتمشي تمام مفيش مشكله. انا بتقبل الديسلايكس اللي بعد الفيديو ما ينزل بنص ساعه بساعه. انما في ناس اتفرج على الفيديو انا بنزل فيديو 15 دقيقه وفي اول دقيقتين الفيديو بيجيب 10 ديسلايك 20 ديسلايك، فتعرف ان دي ناس مجرد كره. انا اول ما بعمل ببلش في على طول 2 3 ديسلايك بيجوا على طول. الكلام موجه للناس دي، ده اللي انا قصدي. علشان كده الناس دي مش عايزه غير النبره لحد اللي انا اتكلمت بيها امبارح ومش هعتذر على كلامي. الناس ده موجه ليهم هم، فانت مالكش دعوه. انت ما دام راجل بتنتقد باحترام او عجبك الفيديوهات وبتعمل لايك انا ولا بيت مغرور ولا اي حاجه. بس عارف الناس بيقول لك ايه طفح بيه الكيل، فهي الناس دي عارفه ان الكلام موجه ليها فهيخش يعمل ديسلايك وهيعمل ديسلايك على الفيديو اللي انا بتكلم فيه حالا ويخش يكتب كومنت انت بيت مغرور انت بيت ويقعد يعيط ويعمل كده. انت ما دام اقدم لك فيديو حلو والفيديو عجبك ومقدر الشغل انا بشتغله ساعات على اللابتوب شكرا ليك. فانا بحترم جدا اللي انت بتعمله او اللي انت بتقوله سواء الاطفال بيتفرجوا عليا بره. زيسو Hallo!
لا كنت المهم معلش الاطفال دول عطلوني. المهم يا جماعه خلصت الكلام. الكلام ده موجه لناس اللي بتكره مش اللي بتنتقد، الناس الحقوده اللي بتكره، وفي فيديو مخصوص للناس دي لان معظمهم للاسف يوتيوبرز. فمعلش تقبل مني اللي انا قلته دوت ليهم، هو مش ليك انت، لان انا لو مغرور كنت هطلع اتنك عليكم او هطلع اتنك في الفيديوز وهيبان عليا قوي ان انا مغرور. انا ما اكلتش اي حاجه طول اليوم، انا حاليا في طريق على البيت، قدامي بالظبط ساعه ونص بريك، فانا هعدي على بتاع الدونه اللي هو الاكل التركي. فوكس يلا. محل الدونر اللي انا بجيب منه دوت جنب البيت عندي، مش بعيد قوي يعني اهو. شيت شيت اتس كلوز، او ماي جاد المحل قافل. فحاليا بقى يا اما لازم اروح وسط البلد، ممكن بقى اخش السوبر ماركت اجيب حاجه اعملها بسرعه. اشتريت صدور فراخ يعني من السوبر ماركت المغربي، واشتريت الفواكه دي، ده زي كانتالوب على اسمه ايه الشمام، مكرونه بيستو وشويه لبن على البيستو. ودوت الغدا والعشاء بتاع النهارده والاكله الوحيده اللي اكلتها النهارده. الدايت مازال ماشي تمام، انا حاسس ان انا بقيت اخف من الاول وحاسس ان انا نشيط عن الاول. هاكل وانزل على الشغل. طبعا بعد ما شفته ايفالد واليوم ماشي ازاي واشتغلت ازاي، نزلت كملت شغل بالليل وكنت تعبان جدا. تخيلوا معايا كده ان انت تنام الساعه 2:30 بالليل وتصحى الساعه 7 تشتغل لحد 11 وترجع من الشغل تشتغل لحد الساعه 4 في البيت وشغل على المكتب، وبعد كده تروح تشتغل من 4 لـ6، بعد كده تروح السوبر ماركت تشتري اكل وتعمل مكرونه وفراخ، وبعد ده كله تنزل تشتغل ساعتين كمان، وبعد الساعتين دول تروح تعمل اديت لحد على الاقل الساعه 12 وتنام. هي دي حالتي حاليا، انا مش قادر فاصل بس عندي شغل. وبعد ما اليوم خلص ده السبب اللي خلاني نمت امبارح تقريبا من الساعه 12 او 1 لحد النهارده 1:30، ده تقريبا اللي حصل في اليومين اللي فاتوا، عشان كده ما شفتوش انت الفلوج بتاع يوم الاثنين. طيب ايه اللي انا هعمله حاليا في اليوم بتاعي بتاع النهارده؟ ولا حاجه، انا هشرب قهوه اخلص شويه اوراق واروح اشتغل وارجع من الشغل. تشوفوا المشهد ده. انا حاليا خلصت الشغل بتاعي، جيت هنا عند الشبوت اوني اللي هي جامعه رياضيه، المفروض المكان ده، والمفروض ان انا جاي قبل ميشو. قبل ما اخش الميشو في حاجه عايز اعملها، وهي ان انتوا طبعا مش شايفيني حاليا، فانا معايا العدسه اسمها توكينا 11 16، والفتحه بتاعتها 2.8، واللي انا مركبها ديت اللي هي 10 16 باين ولا 10 18، الله اعلم كام دي، 10 18، فرق الفتحتين من الاثنين يا تقريبا 2، دي 2.8 4.5. المفروض ايه الفرق دوت؟ انها بتدخل ضوء اكتر، معناها ان انتوا هتشوفوني احسن، مش انتوا مش شايفين دلوقتي. فانا غير العدسه زي ما انتوا شايفينها اهي، ما اعرفش شايفين حاجه ولا لا، خلينا نشوف. ادي ايه ده اهي، فهي دي العدسة. المفروض ان الفرق فتحة الابتشر بتاعتها مش كبيرة قوي، يعني 2.8، فانا لو معايا حاجة 1.8 او 1.8 هتبقى احسن بكتير، بس على الاقل دي مبينة ضوء شوية احسن من التانية مع ضوء العمود، التانية ما كانتش مبينة حاجة خالص. بس فهي دي العدسة، هي بس فيها مشكلة واحدة، ان هي لما بتيجي تعمل اوتو فوكس بتعمل صوت اسمع كده، هو سامعين؟ فهو الصوت ده بتاع وحش. دي بقى السبورت اوني في الضوء بتاع بالليل ده، وايدي ساقعه، فانا هخش عشان اشوف الجيم بتاع ميشو، بس انا مش هاخد الكاميرا دي معايا. انا جيت يا جماعه الجيم عشان اشوف ميشو والصوت عالي، فما لقيتش ميشو، ببص على الكرسي لقيت الراجل ده. الله عليك الله عليك الله عليك، اوعى الباي اوعى الباي باي 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 باي. دخلت عشان اشوف الجيم، دخلت اتمرنت مع ميشو. ايوه فوكس اظبط ميشو، بس كان شفتوه باللبس الرياضي، بس انا هتحس ان هو ما صدق داخل البتاع قاعد يلعب عيني مع عمر. وحشتني الرياضه يا ابني، هنمشي ازاي؟ المفروض هنا في السبورت اوني عامل زي نادي مجمع كده فيه كل الالعاب، كره يد، كره باسكت، كاراتيه، جيم، اي حاجه تلاقيها. التنس بس الحاجه الوحيده اللي بره، يعني في الشتاء ما بيلعبوش. بلعب هنا يوم الاربعاء اللي هي اللعبه بتاعت السبايك بار. السبايك بار كره ماء؟ لا مش كره ماء، كره كده غريبه. بيلعب كره ماء زي الليمبي. طب احنا خلصنا القاع، وبعد كده هنروح ناكل، عشان شويه التمارين اللي لعبتهم دول عايزين دلوقتي ايه بقى؟ بروتين. احنا هنسيب عربيتي هنا اهي، شايفينها ورا؟
وهناخد عربيه ميشو. فاحنا رايحين دلوقتي ناكل فراخ مشويه حلال مع بطاطس وسلطه. فادي ادي ايوه بقى اسكت بقى كفايه ما تقولش بقى جعان اضرب يا معلم. المهم بقى ان انا اكلت ايه النهارده. الفيديو اللي انتوا بتشوفوه حاليا ده انا ما اكلتش اي حاجه والله ما حطيت حاجه في بقي. فدي هتبقى اول اكله النهارده فاعذروني بسبب البوميس اللي هي البطاطس محمره. وانت هتضرب يا ميشو؟ انا هضرب فراخ. انت عايز تاخد اصلا الباترينا كلها من عندنا عشان تتخن شويه؟ صراحه انا يعني بعد ما بخلص رياضه بحس ان انا كان عليا عايز اروح اشتري المحل كله واقعد كده فيه واقفل عليا واقعد بقى اكل بقى وخلاص. بالظبط. سامعين يا جماعه ميشو بيسمع ايه؟ رامي صبري ده؟ وبعدين انت عارفني انا مزاجنجي يعني ما لازم مزاجنجي. مزاجنجي ده فيلم ايه؟ لا فيلم الكيف بتاع مزاج بتاع احمد بتاع ايوه هو الكيف واخوه صلاح قابيل تقريبا محمود عبد العزيز. احمد عبد العزيز مين؟ محمود. انت قلت احمد؟ والله انا قلت الفيديو متصور محمود يعني ماشي. انت ماسك لنا زلل يا عم بالفيديوهات اللي انت يا عم وابتدى منصور انت ماسك لنا زلل بقول لك ايه الكومنتات كلها بتجمع ان انت تحلق شعرك. اه والله ايه رايك؟ طب عندا فيكوا بقى مش هحلق. ما بلاش عند الناس بتاخد الكلام عليها هي. لا تعاند ولا تجادل يا اخي ميشو. يا اخي اللي ياخد كلام نديله كمان شويه. ماشي. احنا كره مع عم كيمو لازم ندي. ماشي. اللي عايز ياخد يابا يجي لي هديله والله. اللي عايز ياخد يا جماعه ميشو هيديله اللي هو عايزه. ايه رايكم في الاضاءه الجميله دي؟ الاضاءه دي فرامل العربيه اللي قدامنا. الله عليك يا ريس. لازم اما اشوفك يعني لازم يكون اكل. لا مش مشكله بس يعني فاهم بنتفق انا وهو نتقابل امتى بكره. بيقول لي تعالى نتقابل على الاكل. حد يقول له حاجه. طيب طب ونظام الدايت؟ طيب والدايت؟ انا مش عايز دايت دلوقتي خلاص. انا في اهداف تانية في دماغي. ايه هي؟ اعمل هداف انت. بس بتاع الجاكيت حلو جبته منين؟ خلاص 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 وريني ليك البي ستيب اسمها ايه؟ بي ستيب يعني البايسبس. البايسبس البايسبس اللي انت قلت عليه البيسبس بالالماني البيسبس. ما هي بيسبس. بص هو احلى حاجه هات كده. هو احلى حاجه ان الجاكيت فيه خطوط فتحس انها رسمه لك مربعات كده. لا لا بس جاي جاي والله جاي قريب. اقول لكم ايه؟ انتظروني. ايه ولا تاني؟ انتظروني. لا قولها كده في حته السنس. استنى انا داخل عليك يلا. انتظروني. لا يا ابني ما اقرب واقف. ماشي. انتظروني. فاشل فاشل. لا بس العربيه بسم الله ما شاء الله مبروك يا ريس بجد بجد حاجه. اتمنى كده الله باذن الله. اتمنى كده انها بس يعني تقلل في استهلاكها البنزين شويه كمان. هي مالهاش دعوه هي رجلك. انا بحاول انا ماشي التمبومات طول الوقت وبحاول يعني عايز افهم لها بس كده في الاول بس يعني التمبومات اللي هو بتثبت السرعه وبيمشي لوحده. هو مثبت السرعه اسمه تمبومات صح؟ ماشي. بالنسبه ان التمبومات كلنا هنموت فسلام يا ريس. هتموت يا سوسو. يلا تصبح على خير يا عمنا. عايز يا ميشو كيمو بقول لك ايه؟ انت تعرف تعمل الحركه دي عندك في عربيتك الماستنج يا كيمو؟ قلت اعرف بس لو سمحت في اختلاف شاسع. ماشي يا عم مش هتكلم. انا ممكن افتح لك فيها خرم فوق لو حبيت. زلني يا ريس حبيبي. الله سلام.